إليكم أوراق الاختبار. ميناموتو. حاضر. العملاق. حاضر. إس. سوريوكاوا. حاضر. أريني علامتك. إن كانت علامتي سيئة فسأوبخ. علامة تامة. مرحى. مضى وقت طويل على ذلك. إن كانت علامتك يا عملاق فأنا علامتي ليست علامة جيدة. ماذا؟ تريد أن تعرف علامتي؟ هذا مذهل جدا. أنت مجتهدا وعلامتك تامة. وأنت مجتهدة أيضا فعلامتك ممتازة. لا رؤية التلاميذ المجتهدين تثير غضبي. دائما يحصلون على علامات تامة في جميع المواد. وعلامتي 15%. هاي نوبي، هل علامتك جيدة؟ إنها أفضل مما توقعت. ماذا تقول؟ كيف تجرؤ على أن تأخذ علامة جيدة يا نوبي؟ أرني علامتك. ها هي ذي. 10 علامات. أنت صديق وفي، أليس كذلك؟ بلى كذلك. نحن 3 أصدقاء وأوفياء جدا. سنبقى أصدقاء دائما. في الحقيقة انتظرت طويلا حتى نلت علامة تامة أتباهى بها. لم تخيب ظني بك يا نوبي. مشكلة، لا يمكنني العودة إلى المنزل. إن رأت أمي هذه العلامة السيئة فستوبخني بشدة. أنا في ورطة. معك حق. كم كانت علامتك؟ أنا محرج من أن أقولها. سأخبئ الورقة في مكان ما. ها؟ لا تتبعاني، لا أريد أن يعرف أحد العلامة. أيعقل أن سونيو أخذ علامة أدنى من علاماتنا في الاختبار؟ هذا يعني أنها 5 أو 0. يجب أن نذهب ونراها. هيا. لحق بي. لن يهرب منا أبدا. ها هو ذا. لا شك أنه يريد أن يخبئها في الجبل. لا شك في ذلك. نوبي والعملاق، ما الذي تفعلانه في هذا المكان يا أولاد؟ في الحقيقة كنا ذاهبين. كفا عن اللعب واذهبا للدراسة، فعلامتكما في الاختبار كانت سيئة. ابذلا جهدكما وإلا ندمتما على إهمالكما. هيا بسرعة. ها قد خبأتها. سأعود الآن إلى المنزل وأنا مرتاح. ليس هنا. أيعقل أن سونيو خبأها عندما كان الأستاذ يوبخنا؟ ترى أين خبأ الورقة؟ نوبي، لقد كان الخطأ خطأك. لو لم تكن علامتك سيئة لما وبخنا الأستاذ. لنبحث عن الورقة. هذا مستحيل، من الصعب العثور عليها في هذا المكان. كف عن التذمر. دورايمون. دورايمون. أهلا نوبي. دورايمون، ألا تملك أداة ما تساعدني على البحث عن ورقة مخبأة أو مدفونة في الجبل؟ بلى أملك. هذا جيد. كاشف الورق يستعمل للبحث عن الأوراق المهمة التي نفقدها أو الأوراق التي تطير بفعل الرياح. حقا؟ إنه مذهل. هل في إمكاني استعارته؟ هل تبحث عن ورقة ما؟ شكرا لك. عملاق، سنعثر عليها. ها؟ لقد وجدتها. ما العلامة؟ ترارارا. ماذا؟ إنه إعلان عادي. ها؟ من هنا. لا، إنها ورقة تغليف. من هناك. إنها جريدة. في هذا الاتجاه يا عملاق. لن نعثر عليها أبدا. لقد ذهب تعبنا سدى. ها قد عدت. أهلا. عما تبحثين؟ ها؟ أبحث عن ورقة كتبت عليها طريقة للطعام الذي كنت سأحضره للعشاء. دعي الأمر لي يا أمي. ها؟ ورقة، ورقة. ها؟ إنها هنا. ها؟ ها؟ ليست هذه يا أمي. ها؟ أيعقل أن هذه هي؟ إنها كذلك. شكرا جزيلا لك يا بني. سأعد طعام لذيذا للعشاء. شكرا. ها؟ ها؟ أليست تلك ورقة اختبارك؟ بلى، وعلامتي لا بأس بها يا أمي.
نوبي، كيف تقول عن 10 علامات أنها علامة لا بأس بها؟ لن تتناول الطعام حتى تحل أسئلة الاختبار. ولكن يا أمي، أخبرني يا سونيو، كيف أبليت في اختبار الرياضيات؟ سأريك الورقة لاحقا. لماذا؟ ألم تكن علامتك جيدة؟ ليس الأمر كذلك، في الحقيقة حصلت على علامة كاملة. على علامة كاملة؟ أحسنت عملا يا بني، أرني ورقة الاختبار بسرعة. حاضر، سأذهب لإحضارها يا أمي. لا شك في أنهما فوجئا. أنت مذهل يا سونيو. أخجلتني يا نوبي. حصلت على علامة كاملة في الاختبار، أنت تلميذ مجتهد. أجل، لم أكن أعلم أنك ذكي كل هذا الذكاء. سونيو العبقري، لا ينال هذه العلامة إلا عبقري. عبقري عبقري. كيف حالك يا عملاق؟ ألا تريد معرفة علامتي في الاختبار؟ بلى، بحثت أنا ونوبي عن الورقة، ولكن لم نعلم أين خبأتها. سأساعده للعثور عليها. سأخبئ هذا اللغز هنا، وعندما تحله ستعرف مكانها. إلى اللقاء يا عملاق. سأحل اللغز بلا شك. تحت نافذة منزل سوغي حيث يعيش 1000 عجوز، والإشارة الثانية رقم 2 داخل دائرة. إن حل هذا اللغز سهل جدا يا عملاق. أحقا؟ عرفت الحل؟ سنذهب الآن إلى منزل سوغي للعجزة، ثم نبحث عن ورقة الاختبار تحت النافذة التي يطل منها 1000 عجوز. جيد، لنذهب في الحال. لنذهب. يحل بطريقة مختلفة، إنهما لا يستطيعان حل لغز بسيط. كان علي كتابة لغز بمستوى ذكائهما. ولكن هل من منزل يتسع لـ1000 عجوز؟ سأذهب لأسأل دورايمون. اذهب دورايمون. هل تملك أداة لحل الألغاز والرموز؟ بلا شك، إنها آلة لحل الألغاز تم اختراعها في القرن 18. إذن حل لي هذا اللغز. حسناً، نضع هذه الورقة ها هنا، فيخرج حل اللغز من الطرف الآخر. اقرأ الأحرف المحاطة باللون الأحمر. الورقة تحت شجرة الأرز التي تبلغ 1000 عام. حسناً، والرقم 2 يعني أن... هذا يعني أن تقرأ الحرف الثاني من كل كلمة. يا لها من آلة مذهلة. أيمكنها حل أسئلة هذا الاختبار؟ مستحيل، فالاختبار ليس لغزاً، صحيح؟ نعم، هذا صحيح. حللت اللغز يا عملاق، إنها تحت شجرة الأرز. مذهل، لنذهب إلى هناك. ترى ما الشيء الذي يبحث عنه نوبي منذ الصباح؟ أرجوك انتظري قليلاً يا أمي. لماذا لا تريدني أن أراها؟ هل كنت تكذب حول علامتك التامة؟ ها؟ أكانت علامتك تامة؟ أخطأت فهمي، صدقيني نلت علامة 100. إذن أحضر ورقة الاختبار بسرعة. الورقة تحت تلك الشجرة الكبيرة. هيا لنخرجها بسرعة، سنعرف علامة سونيو أخيرا. وصلنا، إنها الشجرة الكبيرة. اخجلا من نفسيكما. ما تفعلانه أمر معيب، من سمح لكما باكتشاف السر الذي يخفيه سونيو؟ أنتما لستما صديقي، لكل منكما سر لا يريد أن يعرفه أحد. ما هذا الفعل الشائن الذي كنا سنفعله؟ كان تصرفا غبيا، نسينا أننا صديقان لسونيو. يجب علينا أن نحفظ سره. علينا حفظ أسرار أصدقائنا مهما حدث. من هنا يا أمي. ها؟ إنه سونيو ووالدته. ترى هل أجبرته على إخراج ورقة الاختبار؟ لا شك أنه سيوبخ. وأنا أيضا وبختني أمي. اسمعها، علينا أن نساعده، نحن أصدقاء وعلينا أن نكون معه في كل حال. أجل، لن نقف مكتوفي الأيدي، علينا مساعدته. يا إلهي، ما الذي خطر ببالك؟ بسرعة بسرعة، لا وقت لدينا. هيا.
بندقية حرق المعلومات السرية ستحرق الوثائق السرية مهما كانت وأينما كانت. ستشرح لاحقا يا دورايمون. سترينها الآن. نجحنا. بهذا استطعنا حماية سر سوني ولم نفشه. سيكون ممتنا لنا. كان إنجازا رائعا. مرحبا لقد نجحنا. مرحبا.